سجل هدف انقذها صبحي. لكن خليني اسالك يعني ايه سبب الاحداث، ايه اللي حصل يا شريف؟ معلش يا كابتن، ما حدش عارف حاجه. احنا فجاه وحاجه في الصف، الناس كلها في الملعب بيضربوا فينا انا ما اعرفش مين اللي خرجني. لقيت ما فيش كابتن ابراهيم حسن او كابتن حسام ما اعرفش، ومعاه امن وكابتن عفيف وناس بتضرب فيا. مش ممكن ده، مش ينفع نلعب كده يا كابتن. نعم الاجواء احنا لازم ناخد حقنا وحق الناس اللي اتضربت دي. طيب ازاي باي شكل؟ ما اعرفش. شريف عايز اسالك عن كل زملائك الان موجودين في اوضه اللبس. ما اعرفش يا كابتن، الاوضه اللي صغيره فيها بتاع 2000 واحد. نعم. كلهم جايين على لعيب على الجهاز وكله معاه. فين لعيبتنا؟ الخواجه ما مرنش من ساعه الحكم بتاعنا. خلاص منه جوزيه اتنقل الى اوضه ثانيه الحمد لله، وطمنا عليه انه حالته كويسه. لكن انتوا كلكم اللاعبين موجودين بحاله الحمد لله طيبه. مش قادر يا كابتن، مش قادر اعد كل لعيب موجود على الارض. طيب لكن اكبر اللعيبه اللي اكبر على الارض نايمين. قلقكم الواضح دلوقتي على جمهور النادي الاهلي اللي موجود في المدرجات، خايفين جدا عليه. يا كابتن في الجماهير اللي دخلت هنا اللي دمها ساح، بتقول في ناس زمايلها ميته بره، ده بيدوسوا عليهم. ان شاء الله اتمنى ان ما يكونش فيها لا توفاء، اتمنى. لكن هعرف بالظبط دلوقتي من خلال الخط قطع مع شريف اكرامي. انا اسف يا جماعه، انا بخرج عن سياق المباراه، انا متاسف جدا، انا بعلق على مباراه مهمه ما بين الزمالك والاسماعيلي، لكن بخرج عن سياق الاطمئنان على عمر واحد، على صحه واحد، اهم بكثير جدا من اذاعه مباراه او التعليق على مباراه. لكنه للاسف احنا بنادي شغلنا في اسوأ الظروف، في اسوأ يعني المشاهد اللي ممكن حضراتكم تشوفوها، وحتى الان لا ادري ما هو السبب. يعني لو فعلا زي ما قالوا لعيبه النادي الاهلي، واتمنى ان ما يكونوش يعني ما يكونوش عارفين القصه، واتمنى ان ما يكونش في حالات وفاه حتى لا تحدث اثاره. اخد سيد معوض من اوضه اللبس في النادي الاهلي. سيد طمني عليكم كلكم، اخباركم ايه؟ كابتن يعني مش مهم، احنا شايفين ناس قدامنا. يعني اقول لك اصابات ايه؟ يعني الدكتور غياب اقسم بالله عمال يخيط داخل اكتر من 30 40 واحد ناس اصابات، واللي في دماغه واللي في دماغه. انا مش فاهم يا كابتن، كره ايه دي؟ مش لازم كرة اصلا، دي مش يعني مش لازم. نعم. انا قلت وانا بعلق على المباراه، تغور الكوره، تغور الكوره لما تبقى بالشكل ده ويتلغي الدوري العام. لا منها منها غبت، مش ناقصه يروح احنا قلت اللي انت غبت. عمالين نسمع ان في ناس ميته بره وبتاع، مش عارفين. ان شاء الله ان شاء الله علينا كلها دم وبتاع. ايه ده؟ ان شاء الله وقعوا عليهم الباب الحديد يا غبتن، والامن سابهم. ايه لا حرام صراحه، يعني حرام. سيد انتوا دلوقتي انا سامع دوشه، ايه الدوشه اللي عندكم؟ الدوشه في الاوضه عندنا جمهور كتير جدا، انا جبت اصابات كتيره جدا. الجمهور عشان الدكتور ايهاب او اي حد من الدكاتره يعمل لهم اي حاجه. احنا كلاعيبه احنا مش قادرين اصلا، يعني اللي احنا شايفينه ده احنا والله حاجه في الخيال، حاجه في الحلم. يعني الواحد لو بيحلم اكيد مش هيبقى كده خالص. عدد كبير من جماهير النادي الاهلي مصاب، موجود في غرفه الملابس. وفي ناس بره، الناس عماله تقول ان في ناس ميته بره، احنا ما نعرفش. ان شاء الله ان شاء الله ما تكونش حالات وفاه بامر الله، وان شاء الله تكون كلها اصابات. لكن كلهم واعيين الحمد لله، يعني كل اللي واعيين واعيين، يعني تخييط غرز او لكنه كلهم واعيين الحمد لله. واعيين بس اصابات جامده يا كابتن، اصابات جامده، اصابات جامده جدا. انت تشوف الوشوش يا كابتن، لا كميه اصابات يعني صعبه. يا دكتور ايهاب اقسم بالله مش ملاحق ياخد واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني. فالامور انا والله انا مش عارف اقول لك حاجه يعني اكيد الواحد لو زود في الكلام هيغلط. لا ما تغلطش. وفتحت فتحت غرفتكم لكل جماهير النادي الاهلي. والله يعني مش عارف اقول لك ايه صراحه. سيد هل حصل حاجه عشان ده يحصل؟ يعني هل حصل حاجه؟ ما المصري كسبان والماتش خلص، ايه اللي حصل؟ والله حصل اكيد ان احنا في اسرائيل. يعني انا متخيل لو الماتش في اسرائيل اكيد الامور هتبقى زي كده او يمكن اقل شويه. يعني طيب انا مش عايزك تغلط بس يا سيد. والله كابتن نعم. لا صعبه يا كابتن. يعني ان شاء الله حضرتك تشوف الصور اللي موجوده. لا صعبه، يعني الصور صعبه جدا يعني. واكيد انت سامع الصور دي كلها، ده تكبير لغوص اللبس اللي فيها وكده، يعني صعبه والله. يعني ايه صوت التخبيط اللي انا بسمعه ده يا سيد؟ لا بيكسروا الازاز بتاع اوضه اللبس اللي احنا موجودين فيها. بيكسروا لسه الجمهور بيكسروا. يعني لسه صعب صعب صراحة. يعني غسل صعب يعني الواحد لو اتكلم في وقت كده اكيد هيغلط كتير. لا يعني وربنا يا رب يعني ان شاء الله على كل اصابه جهاز النادي المصري، الناس المحترمه اللي هم ما سخنوش حد، اللي هم ما عملوش حاجه، اللي وقفوا مع الـ مع الـ مع الـ مع الناس. يعني ما تعتبرش ان هم جمهور الاهلي، اعتبر ان هم مصريين. التسخين، كميه التسخين اللي قبل المباراه واضح جدا. يعني سيد اللي بيحصل عندك دلوقتي يا سيد؟ والله صعب صعب. يعني انا زي ما بقول لك الاوضه
صعبه جدا والله يعني حاجه يعني صعبه عليك جدا يعني طبعا طبعا الناس يعني والناس مالهاش ذنب الناس جايه تشجع الفرقه جايه تشجع الفرقه يعني جايه تشجع الفرقه ده ذنبهم والناس ما عملتش حاجه قاعدين في المدرج قاعدين في المدرج ما عملوش اي حاجه ان شاء الله واحنا في الملعب الجمهور يجري ورانا ايه ده كانت الكوره دي كوره دي ان شاء الله نطمن يا سيد وان شاء الله هنعاود الاتصال بيك نطمن باذن الله عز وجل لكن نروح للزميل فيصل زيدان من ارض الملعب فيصل مساء الخير يا كابتن شوبير ايه الاخبار